ضغط من السيد رئيس مجلس الوزراء وافق معانا ان احنا نعمل المدارس. احنا قلنا هنغذي البطون هنغذي العقول، لو غزينا البطون خلاص بقى يبقى مفيش عقول. فلابد ان احنا نخش على العقول. نخش بالعقول ازاي؟ ان لازم غصبا عننا نبني المدارس في الارض الزراعيه. برضه بنستقطع في الارض الزراعيه، نبني بس بنستقطعها، والناس بتبني بيوتها على الارض الزراعيه. ما ده برضه لازم يعني هتلاقي لها حل بكره وبعده. وبالمناسبه يعني الوحدات السكنيه بقت عاليه جدا. طبعا انت عارفه اللي يعني اللي في الغربيه احنا مربوطين بمحددات معينه. يعني مش اهو يعني هنا سياده وزير التربيه والتعليم بيفتتح مع رئيس ايوه صح مع المدارس الجديده. دي مدرسه المتفوقين ومدرسه التربيه الرياضيه. مدرسه المتفوقين دي اول مره تتعمل مدرسه المتفوقين لابناء محافظه الغربيه. والسيد رئيس هيئه الابنيه كان موجود معايا من حوالي 3 4 امتى ده؟ كان امتى ده؟ ده من حوالي 3 4 شهور. 3 4 شهور كده. على اساس ان احنا هتبدا ان شاء الله في العام الدراسي القادم ده، وهتاخد حوالي 140 طالب. كانوا جايين سيد مدير مكتب السيد وزير التربيه والتعليم والسيد اللواء يسري رئيس هيئه الابنيه التعليميه، كانوا موجودين عندي في المكتب على اساس ان احنا نبدا الخطى سريعه ونشتغل ليل ونهار عشان نعمل المدرسه، وعشان نبدا المدرسه تبقى داخلي، يعني ابن طنطا محافظه طنطا بقراها ومراكزها وابن المدينه هيبقى داخلي جوه المدرسه، عشان بتستوجب معاه عمليه البحث العلمي والتنميه. ما يبقاش طالب تقليدي بيطلع بيذاكر بيصم المنهج ويخش يروح يفرغه في ورقه الاجابه، لا ده الطالب ده متفوق اصلا، قدراته العلميه عاليه جدا، فيبدا بقى يفرغ طاقاته الذهنيه بحاجه فيها رقي علمي انا من وجهه نظري، بحيث ان احنا ناخد منه زي زويل رحمه الله عليه. الارض هي المشكله في بناء المدارس. ايوه احنا قدرنا ناخد في الفتره الاخيره طبعا موافقه. انا بقول لحضرتك ان في اجتماع مجلس المحافظين كان السيد وزير التعليم موجود معانا في المجلس، وعرض ان في خطه موجوده بس احنا عاوزين اراضي، مش لاقيين اراضي. طلب من كل السادة المحافظين في هذا التوقيت من حوالي 5-6 شهور كده تقريبا ان احنا نجيب الاراضي ده. احنا في محافظة الغربية سهرنا الليل بالنهار، كان مطلوب مننا 104 مدرسة، 104 مكان عشان نقضي على الكثافة الطلابية اللي موجودة في المدارس على مستوى المحافظة. قدرنا نخصص ونجيب 104 مدرسة. 104 مدرسه. 104 مدرسه. مدرسه، مكان ارض عشان منهم. يمكن انا قلت في بدايه حديثي مع حضرتك يعني المدارس المتبرع بيها بس 74 مدرسه. تبرعت بها الاهالي. اهالي تبرعوا ب 74 مدرسه. وفي انا شايفه انتوا كمان عاملين مدرسه للصم والبكم. طبعا موجوده وافتتحناها. مدرسه العمل يعني موجوده، والتربيه الرياضيه دي اللي المدرسه اللي هي ال 35 اللي هي بتاعت المتفوقين دي ب 35 مليون. الثانيه التربيه الرياضيه ب 60 مليون. ففي طفره علميه. احنا نمره 2 على مستوى الجمهوريه محافظه الغربيه اللي قدرت تجيب امكانياتها وتعمل المدارس بتاعتها. لكن بالرغم مفيش موارد، بالرغم من عدم وجود ظهير صحراوي وعدم وجود موارد. ما موارد احنا بتتكفل بها وزاره التربيه والتعليم، احنا ما بنبنيش من ناحيه المدارس. لكن المدارس بتبنيها وزاره التعليم. لكن المشكله كلها ان حضرتك ازاي تجيبي مكان تنشئي عليه مدرسه في القريه دي مثلا. انا ما عنديش املاك دوله في المكان، فبضطر اقول للمواطنين ادوني. فبيدوني.